كل هذا لماذا كان رسول الله يحب الفأل؟ لأنه متيقن ومتوكل على الحي الذي لا يموت. السلام عليكم ورحمة الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل رغم محاربة قريش له صلى الله عليه وسلم، كان يحب الفأل رغم الحصار الذي تعرض له في شعب أبي طالب، وكان يحب الفأل رغم رؤيته لتعذيب أصحابه في مكة، وكان رسول الله يحب الفأل رغم رد الطائف وإنزال الدم من قدميه، وكان رسول الله يحب الفأل رغم هجرته إلى المدينة وملاحقة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله يحب الفأل رغم حصار الأحزاب له ولأصحابه وللمدينة المنورة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل رغم قتل واستشهاد صحابته في معركة أحد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل رغم خيانة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لماذا كان رسول الله يحب الفأل؟ لأنه متيقن ومتوكل على الحي الذي لا يموت، وهو متأكد ومتيقن يقينا بأن الله سبحانه وتعالى ناصره ومؤيده وحاميه. ونحن أهل الأرض المباركة نحب الفأل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، لأننا متيقنون بأننا معتمدون ومتوكلون على الحي الذي لا يموت. ونحن أهل الأرض المباركة نحب الفأل لأننا لسنا أمة يتيمة، إنما نحن منتمون إلى أمة هي الأمة الإسلامية، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي في الأردن، وأنت أخي في السعودية، وأنت أخي في مصر والجزائر وليبيا والشام وغيرها من بلاد الإسلام، فنحن أخوة. فسبحان الذي قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.